تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة، بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية، اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء. ونتسهل عليك بعد أكثر، هلا صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين، لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. اوتو فوكس بحلقة جديدة، مستمرين مع نيسان المصنع الياباني العملاق بعالم السيارات. تيراج جديد رح نتعرف عليه اليوم من نيسان بفضل ريمكو، اكيد الموجود بلبنان، المصنع المعروف ريمكو نيسان نيورس موتور كومباني ومس باترا معروف الى جنبنا، لا ناخد اليوم فكرة عن الاكس تريل. الاكستريل مش انا منيحه انت كيف حلو الاكستريل الجديد عن جد، يعني تغيير جذري الشكل والمضمون وكل شيء. صح، انتقلنا من البوكسي ستايل رحنا على الكيرف ستايل وهو اللوك اللي هلا دارج ويفي اكثر، صارت السياره من كل الميلات. اول شيء بحب اقول النيسان اكستريل موجوده من سنه 2002، سيارة أبداً من جديدة، هيدي ثيرد جينيريشن لها. سيارة جربوها العالم كلها وعرفوا انها كروس اوفر اس يو في اذا بدك بلبنان، كثير بلبنان معروف كثير، يعني عم بيجوا يسلمونا القديمه وياخذوا الجديده. عم تاخذوا منهم السياره القديمه بسعر منيح؟ اكيد، لانها نيسان هيدا اهم شغله، يعني عم تاخذ فور ويل درايف او تو ويل حيلا جريد، عم تاخذها يابانيه السياره، سو هيدا بتحافظ على سعرها. دونك عم نشوف اللاينز جورج الموجودين، الشيب فوق الالوي ويلز، عم نشوف الريل فيشيا للسياره، مثل ما قلت لك صارت كيرفي اكثر، فيوتشرستيك مودرن، بفضل الكروم الموجود وين ما كان. ديزاين عن جد ممتاز للاكس تريل الجديد، من اول ما شفتها للسياره صراحه ممكن نحكينا دائما انا وياكي باوتو فوكس قد ايه ملفت شكل شوي في ميو دارك من ورا جورج، الالوي ويلز بيعطوها ستابيلتي اكثر وشكلها حلو، الماسكات من كرام لاينز كمان عن جديد، عندنا ماسلز فوق فوق الدريب الخلفيه، فوق الدريب مزبوط، عارضين السياره بنفس الوقت عطينا شيب اليجنت كثير. لا حلوه حلوه كثير، خاصه اللون معنا شايفه السياره غير محبه جورج. بالنهايه اسمها نيسان اكستريل، تاريخ طويل بعالم السيارات، عم نرجع نشوف الفرونت فيشيا من قدام فيري اجريسيف مع اللايت اللي عم بفوت بالرير بامبر، الفوق لايتس من تحت كمان، الليد لايت من والسيجنتشر تبع نيسان المعروفه، بصمه النيسان مثل العاده السيجنتشر تبعها نيسان كرام العديل، عم نشوفها الكرام العديل مع الفي موشن جريل، الجريل البلاستيك الموجود فوق لما تحمى السيارة، كتير حلوة، شوي بتشوفها مثل كأنها تايجر من قدام ردي تو أتاك جورج. اكزاكتلي exactly. يلا بدنا ننتقل معك للداخل الاكس تريل، شوف الاوبشنز الابرز الموجودة داخل هالكروس اوفر الحلو. تعال على داخل الاكس تريل، اوبشنز كتار بدنا نحكي عنها داخل السيارة، أول شيء كتير إليجنت من جوا، الدي شيب موجوده كمان طابع رياضي بالفولان، اكيد الاوبشنز خبرينا اكثر عنه بترا. اول شيء بتلاحظ قد ايه سبيشس من جوا السياره، بيقعدوا خمس اشخاص مرتاحين كثير مع زيرو جرافيتي سيتس، بنرجع بنذكر هن بيمتصوا الستريس اللي نحن بنعيشه بالعجقه وساعات السواقه الطويله، بنفس الوقت بيحضنوا الدرايفر والباسنجرز كمان لحتى ما يصيروا يروحوا يمين وشمال مع كل كوع او اذا فجاه صار في صدم بريك. يس كمان عندنا الفولان عم بيجي دي شيب ليعطيها سبورتي بروفايل، يكون ايزي اكسس لجوا بدون ما الواحد يروح اجره. بنفس الوقت بيعطيها الشكل الحلو كثير. اكتف ستيرنج ويل عليها كل الاوبشنز من بلوتوث لاوديو كنترول وكروس كنترول، كلهم هدول من مواصفات السلامه لحتى الواحد يضل مركز على السواقه تبعه بنفس الوقت تو انجوي رايدنج ذيس كار، مع الدرايف كمبيوتر اللي عليها الاوتسايد تمبرتشر مع كل السيتنجز تبع السياره، كل شيء انترتينمنت للسياره موجود، كله ديجيتال موجود عليها. مش بس بتقعد مرتاح كمان بتنبسط تعيش وتقضي وقتك بهيدي السيارة. عنا البيانو بلاك الموجود على الداشبورد، سكرين عريض جدا حلو كتير، مع ريفيو كاميرا ريفيو كاميرا مزبوط حسب الجريد اللي بتختارها، اكيد ريفيو كاميرا اللي عليها الماب تبع النافيجيشن، النافيجيشن سيستم بتجي تاتش سكرين بنفس الوقت، حتى هون عندك لذر بيجي كمان عطيها السبورتي بروفايل يو اس بي واوكسيلري، عندك الكاب هولدرز اللي كمان اذا حاطط شيء مسقع بيقدر يضل مسقع او اذا سخن بنفس الوقت بحافظ على حرارته. السياره شان دو فيزيون واسع كثير جورج، كمان هون السيستم الفور ويل من التو ويل للاوتو سيلكتبل فور ويل درايف، رح نرجع نحكي اكثر هلا عن ترانسميشن تبعها حسب الكاتيجوري اللي انت بتختار. لكن اوبشنز كثير 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 موجودين، كثير اساسيين اليوم من اوزون تولز من اوزون كل يوم بحياتنا موجودين، واليجنت اكيد كشكل تريح النظر مع شان دو فيزيون واسع كثير والحلو، بدنا يكون فيك تدق كمان او العوينات او البزنس كارد تبعك.
ما ننتقل لكان على نرجع خارج السيارة نحكي performance ونشوف اليوم starting price لنيسان X-Trail بسوق لبنان. صرنا نحكي عن بيرفورمانس الاكس تريل بعد ما عملنا جوله على الشكل الخارجي وابرز الاوبشنز الموجوده بداخل السياره الحلوه كثير الكروس اوفر اليوم اللي معنا باوتو فوكس بترا. البيرفورمانس عندنا محركين اليوم او محرك واحد للاكس تريل قوه محرك واحد اللي هي 2.5 لترز 170 هورس باور 7 سبيد تيبترونيك جريت. هلا فيك تاخذها بتو اوبشنز، فيك تاخذها تو ويل درايف، فيك تاخذها فور ويل درايف اللي بيطلع جبل بيطلع ثلج، هون بتفرق حسب كل واحد شو الحاجه تبعه. مثل العاده سي في تي ترانسميشن مصروف بنزين حلو كتير جاهز بي سي في تي، هو اللي بيسمح لك يعني يقطش بنزين ويستعمل بريكس اوتوماتيكلي بحاله التصحيط. سيارة سيفتي وايز مشغولة كتير مع ايرباكس اي بي اس اي بي دي وبريك اسيست، الوحيدة عم تكون بالكاتيجوري تبعها جورج. الانجن تبعها عم يكون 2.5 لترز مش 2.0 او 2.4 ماكسيم، 2.5. منشان هيك الاوفرز اللي رح نعطيه بعد شوي رح تتفاجأ لقوة هيك سيارة يابانية 100% واسمها نيسان اكس تريل. يلا نعطينا كان نعرف من بترا شو الديل الموجود على السيارة ستارتنج برايس على النيسان اكس تريل الجديدة. فعلا كروس اوفر حلو كتير شكلا ومضمونا وناحيه بيرفورمانس كمان، بس بيبقى نعرف السعر لهالسياره الحلوه اللي عم نشوفها اليوم باوتو فوكس بترا. هلا مع كل نيسان اكس تريل صار فيك توفر 2000 دولار وتحصل عليها بستارتنج 27900 مسجله خالصه مع التبقى. ريمكو رسامي يونس عم بيقدموا فري ريجستريشن على كل سياره نيسان اكس تريل انت بتشتريها. نعم يابانيه 100% شكل جديد سنة جدد مكفولة على 4 سنين أو 100 ألف كيلومتر اسمها نيسان اكس تريل بهيدا السعر مع كل هالأوبشنز وتسجيل ببلش بفتكر يعني ما بقى عم فينا أوفر حلو كتير مغري جدا عم نتحدى صح. الكل بهيدا الأوفر جورج أكيد نحن موجودين بدبي شياح بعقلين غاليري سمعان وفردا مع ديلرز بكل الاراضي اللبنانيه، تعوا سوقوها وجربوها عنا ابدا ما رح تخسروا. واهم شيء اهم شيء عم تشتروا من عند من ريمكو، ريمكو معروفه بالسيرفيس ابري فونت يعني ابدا ما بنخذل زبوناتنا بالعكس، نحن بنربحهم على مدى السنين من وراء البوليسي اللي عنا اياها. شكرا بترا كل المعلومات اللي اعطيناها اليوم عن نيسان بشكل عام والاكس تريل الحلو كثير اللي معنا بالاستوديو. بكره حلقه جديده واكيد سياره جديده، تابعونا كل اليوم على ام تي في. الى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.